صور دربي غبار ابيض خلينا على سفوح جبال البيضاء الممتدة من جبهة الحازمية إلى جبهتي فضحى والملاجم، يرابط الأبطال من القوات الحكومية والمقاومة بجهوزية قتالية كبيرة ومعنويات عالية خلال أيام العيد في مواقع وميادين الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة من ميليشيا الحوثي الإرهابية. نحن هنا في مواقع الشرف والبطولة نشارك أبطالنا أعيادنا في جبهاتنا، كل القادة العسكريين موجودين الآن في الجبهات، وإن شاء الله أن البيضاء مهيئة للنصر. ثبات وعزيمة على استعادة مؤسسات الدولة من قبضة ميليشيا الحوثي التي ألحقت الخراب والدمار بالوطن واستباحت كرامة اليمنيين، مع استمرارها بالزج بأبناء القبائل والفقراء إلى محارق الموت والتغرير بهم تحت مسميات عدة، إلى منهم تحت منطقة سيطرة الحوثي، أن يحافظوا على أولادهم، أن يحافظوا على منهم مسؤولين عنهم، يزجون بهم باسم القدس وباسم الثروات وباسم الفيد وباسم التأمينات، وهم يزجون بهم إلى محاصد، إلى قتل، إلى موت. إلى الأبطال الأشاوس في جميع الجبهات والثغور المرابطين في ميادين الشرف والعزة والبطولة، نقول لكم الثبات، والله إن صنعاء قريب. بهؤلاء الأبطال وبتضحياتهم لم تجد ميليشيا الحوثي أي أرض خصبة لبذرتها الخبيثة أمام رباط الأبطال المرابطين في كل مترس وموقع، دفاعا عن ملايين اليمنيين من النساء والأطفال الواقعين تحت سيطرة ميليشيا الحوثي السلالية التي تحاول غرس جذور نبتتها الخبيثة في عقول النشء وأينما وجدت إلى ذلك سبيلا. لقناة اليمن اليوم، فؤاد المجيدي، محافظة البيضاء.